افتتاح النسخة العاشرة للمعرض الوطني وكذلك مفتوح على يعني على الصعيد العالمي ديال أكادير اللي كيقام في أكادير واللي هو كيمثل يعني أولا الجهة ولكن كذلك الجهات ديال المملكة فيما يخص المنتوجات المجالية والمحلية. فهذا المعرض هو داخل في الاستراتيجية ديال الترويج وديال الدعم والمواكبة ديال هذه المنتوجات المحلية والمنتجين واللي هما خصوصا صغار المنتجين وخاصة النساء والتعاونيات النسوية وكذلك الشباب. هذا يعني القطاع اللي هو في تقدم كل سنة كنشوفوا تقنيات وتكنولوجيا جديدة فيما يخص التنويع نتاع الاستعمال وديال التثمين ديال المواد المحلية، مواكبة للعارضين فيما يخص التسويق وفيما يخص المعايير وفيما يخص السلامة الصحية. وهذا الشيء كله يعني جاء في إطار تنزيل استراتيجية يعني الفلاحية، استراتيجية الجيل الأخضر اللي جات من بعد مخطط المغرب الأخضر واللي عطى الانطلاقة ديالهم سيدنا الله ينصرو. وإن شاء الله المبتغى هو أنه هذا القطاع يعطي لنا انبتاق واحد طبقة وسطى فلاحية بعالم القروي، لأنه العمل يعني التركيز على المدخول نتاع المنتجين هو أساسي فيما يخص التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والدينامية الاقتصادية يعني المحلية والمنظومة حول هذا سلاسل الإنتاج. فالبرامج يعني المستقبلية فيها كل الحلقات ديال السلسلة لا فيما يخص الإنتاج وتحسين الإنتاج والغرس وكذلك فيما يخص التثمين واللوجيستيك. وفي التثمين عندنا برنامج ديال بناء الوحدات للتعاونيات وللمجموعات يعني حول في إطار برنامج ديال التجميع حول المجمعين. وطبعا كل سلسلة عندها الخاصية ديالها وكاين يعني مواكبة ديال القرب. وكنشوفوا اليوم يعني الوقع مهم جدا على الصعيد المحلي وكذلك على الصعيد يعني الجهوي وعلى الصعيد الوطني. احنا اليوم في المعرض الوطني للمنتوجات المحليه في نسخته العاشره. الحمد لله هذه السنه كاينه مشاركه مهمه ديال 230 تعاونيه، 70% فيها جهوي و30% تقريبا على الصعيد الوطني. كنحاولوا انه يكون واحد التمثيليه وطنيه بالمنتوجات اللي ما حضرش عندنا في الجهه. كنعرفوا بان الجهه فلاحيه بامتياز لا في الفلاحات العصريه ولكن كذلك الفلاحات التضامنيه اللي هي موضوع هذا المعرض. هذا المعرض كيندرج في اطار استراتيجي ديال الجيل الاخضر اللي عطى الانطلاقه ديالها صاحب جلاله الله ينصره
واللي الركيزه الاساسيه في هذه الاستراتيجيه هي العنصر البشري ولا النسوي ولا الشبابي. الحمد لله كنعرفوا بان عندنا تعاونيات مهمه، تنظيمات مهنيه مهمه واللي كدير منتوجات ذات جوده عاليه فيها السلامه الصحيه، فيها بزاف ديال الامور. والحمد لله اليوم سنه عن سنه كنشوف واحد التطور مهم ديال هاد التعاونيات والانخراط ديالها في السياسه ديال صاحب الجلاله وديال وزاره الفلاحه. عندنا شركاء مؤسساتين مهمين، وزاره الفلاحه، المكتب الجهه والاستثمار الفلاحي، الجهه الله يجازيهم بخير، السيد والي مشكور اللي وقف معنا في هذا المعرض توقفناه، البلديه، يعني كاين شركاء مهمين اللي كيعاونونا وكيديروا حتى هما يديهم باش المعرض ينجح. ونجاح المعرض هو دعم لهذه التعاونيات وهذا العنصر النسوي، لانه كاين التنميه، كاين عمل كبير جدا، ولكن الاشكاليه ديال التسويق كتبقى اشكاليه كبيره. ومن خلال هذا المعرض كنفتحوا لهم الباب انهم يبيعوا شويه ديال المنتوجات، ولكن كذلك يديروا شراكات ويديروا علاقات مع زبناء محتملين ويديروا كذلك التكوين. كاين برنامج مهم التكوين والمواكبه والكوتشين اللي كيحضروا ليه هنا، كاين ندوات علميه، كاين تكوينيه اللي ان شاء الله الاستفاده غتكون مهمه جدا.